تقل عقوبتها عن السجن ب5 سنوات، حولها إلى جنحة وإحالها على الدائرة الجناحية، هل يفهم منه تجنب الاشتراطات المحاكمة الجنائية وما تتطلبه من وقت تقاضي أطول، أم قد يفهم فيه أو منه تراجع عن المضي في التورط في الحكم على رئيس سابق بحكم ثقيل بحسب على الأقل ما تضبطه المجلة الجزائية الجنائية؟ قبل كل شيء خلينا نشوف هذه التهمه، يعني التوانسه لازم يعرفوا، لانه نعم للاسف الشديد عندنا الكثير من الناس اللي صدق يعني الناس لازم تفهم انه هذه رد فعل على موقف علني وموقف مكتوب على الفيسبوك، اللي انا ضد وجود دول ديمقراطيه تجي تدعم منقلب على الدستور، لانه هذا يؤدي الى دعم الدكتاتوريه ونحن ضد الدكتاتوريه. وهذا موقف فكري سياسي اخذته طيله حياتي وانا اتوجه للغربيين، لا تدعم الدكتاتوريات، وبالتالي ما الغرابه في هذا؟ يجي يقول لك هذا خيانه للدوله، وهذه الخيانه تاتي من طرف شخص انقلب على الدستور، انا احترمت الدستور، من طرف شخص وضع معارضي في السجن، انا لم اضع معارضا واحدا في السجن، من طرف شخص يعني فرط في استقلال تونس، لانه اليوم المخابرات المصريه ترتع في على ما يبدو في قصر قرطاج، بينما انا دفعت على استقلال تونس، هذا الرجل يدعي انه يحارب الفساد، انا حاربت الفساد ودفعت ثمنه، هذا الرجل يتهمني بالخيانه وهو لم يدافع يوما واحدا عن كرامه التونسيين لما كانوا يعذبون ويهانون، وانا دخلت السجن وعائلتي تحطمت ومستقبلي كذا وكذا 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 من اجل تونس، ياتي هذا الشخص يتهمني بالخيانه العظمى، يعني عالم يمشي على راسه. هذه قضيه التهمه، يعني هي بالضبط على حسب رايي عقده نفسيه، هو يشعر بأنه هو الذي خان الأمانة وهو الذي خان الواجب وهو الذي خان الوطن، لأنه عندما كان الوطن يستصرخه وهو كان يشرب في المالبورو وفي السيجار في القهوة المنيهلة وتاركا للناس تموت تحت التعذيب، وبالتالي عنده هذه العقدة التي تجعله يريد أن ينتقم مني بتلبيس ما يشعر به هو. هذه قضية يزم تواسيهم العملية، السيد هذا يتهم المرزوقي بالخيانة، معنى شيء لا يصدق، معنى مثل جهل أمي يتهم رجل عالم يتهمه بالجهل، يعني كي كي يعني شيء لا يصدق. هذه قضية. القضية الثانية هي مثل ما قلت لك أنه يعني قضاة الآن يلزمهم ينتبهوا إلى هذا الأمر، يعني ولت عملية ذر تلعب، معنى ما عادش قادرين حتى يزيفوا عملية يعني انتقامية. بن علي كان يعرف يزيف، كانت الأشكال كانت محفوظة، يعني كانت الأمور تتعدى هكاك، هاو محاكمة عادلة، وحتى يجيوا هيومن رايت واتش وتجي أمنستي انترناسيونال والمحامي تتكلم نصف ساعة إلى آخره ولا الساعات الطويلة، لكن الحكم جاهز، كنا نعرف هذا، لكن على الأقل الأشكال كانت محترمة. هذا الرجل الذي درس القانون، مش عارف الطلبة المساكين اللي درسهم ما زالوا يؤمنوا بما تعلموه من هذا الشخص، يعني غير قادر على أنه يفبرك يعني مسألة مقبولة، شيء ضحك، معناها كلها الفبركة موجودة من ألفها إلى ياها، كما كان فبرك لي يعني كنت تذكرك الفيديو المزيف، هذا نفس الشيء، فبرك في الأشياء قدام الناس، مما يدل على كم هائل من السذاجة أو من الغباء، وأن هذا هو الشيء اللي يخوفني، لأن هذا الكم الهائل من السذاجة ومن الغباء هو هذا اللي سيتواصل به ارتكابات الحماقات بعد الحماقات، يعني نحن هذه ليست أول حماقة ولن تكون آخرها، ونحن ماشون إلى يعني مسلسل من الحماقات ناتجة عن هذا العقل البدائي. شهادة يعني مش قادر تكون دكتاتور على الأقل ذكي، جهل كل الكلام هذا. نعم. وهذا الحماقات شفناها يعني منذ البداية في قضية التعامل مع الفصل 80، يجي يكتب عليك يقول لك انا طبق الفصل 80 وهو الفصل 80 يقول العكس، يعني مسلسل من التصرفات الغبيه اللي هي قادره، مش معقول انه هذا شخص يقوم دوله وليس له الحد الادنى من نعم الذكاء دكتور العملي.